هبدأ معاك يا دكتور على طول، تمام. إنه إذا كان إحنا بنسمع الأخبار الكتيرة عن المستريح في المحافظات، ومعرفش ليه المحافظات تحديدا، واضح إن شكل الاستثمارات أو يمكن ثقافتنا في الاستثمار لسه محتاجة تنضج، يعني يبقى في ناس معاها رؤوس أموال نقدر نقول صغيرة متوسطة. هل اللي إحنا بنسمعه ده حقيقي عن إنه خطر جدا الاستثمار دلوقتي، ولا في طرق مشروعة نقدر نستثمر فيها الأموال أيا كان حجمها؟ أوكي، لما نيجي نتكلم في البداية عن موضوع الاستثمار والطرق المشروعة، أولا إحنا دلوقتي في وضع مش هنقول صعب، إحنا بنمر بظروف استثنائية بيمر بها العالم بشكل كبير جدا بسبب الأزمة وما حدث وتبعياتها والأزمات المتكررة ورا بعضيها الفترة اللي فاتت. طيب إحنا دلوقتي أي حد معاه فلوس محتاج يستثمر ولا يدخر؟ ده سؤال. لو هو محتاج يستثمر حضرتك ممكن تتعامل مع البنوك. لا هو محتاج يكسب، هو حضرتك اللي هتنصح. تمام، هترد عليه يقول لي ما البنوك ادخار، اقول له لا انت ممكن تستثمر برضو مع البنوك. طب تستثمر ازاي مع البنوك؟ حضرتك في حاجه اسمها صناديق الاستثمار، عندنا اكتر من 100 صندوق استثمار موجود جوه هنقول ايه السوق موجودين. طيب وليهم العديد من المواصفات، وعايز اقول كمان ان من ضمن المؤشرات عن صناديق الاستثمار كاستثمار هي حققت معدلات عائد تجاوزت معدلات العائد اللي موجوده في البنوك في 2021. حلو قوي. اما لما احنا دلوقتي جينا في الازمه الحاليه ومع ارتفاع معدلات التضخم ابتدت ناس كتير قوي تقلق، وظهرت زي ما حضرتك قلتي ظاهره المستريح. طيب ابتدت هو بس اللي مستريح، كل الناس بعد كده بتتعب. طيب هو المستريح ليه؟ وحضرتك قلتي في المحافظات مش في المدن. تمام، لان هناك احنا عندنا عايزين بس يبقى في حاله وعي اكتر في تثقيف مالي، ودي من ضمن الحاجات اللي بنجري او بنشتغل عليها في القطاع المصرفي. تثقيف مالي، عايزين الناس تبقى فاهمه يعني ايه بنكينج. ودايما بنقول ان اي استثمار بشكل عام في مخاطر، في ببساطه شديده مخاطر مدروسه مخاطر غير مدروسه. اللي بيحصل مع ظاهره نت مستريح دوت غير مدروسه خالص. بالمره مفيش اي استثمار امن بشكل كبير ما عدا استثمار واحد بس، مش هيبقى استثمار بقى، هيبقى ادخار مع البنوك بس. تمام، دلوقتي احنا عندنا في القطاع المصرفي 18%. 18% دي هي ببساطه شديده بتحقق لاي واحد حاليا في القطاع العائلي او اي حد معاه راس مال هنقول معدل عائد حقيقي. طب ايه الفرق بين معدل عائد حقيقي ومعدل عائد؟ يعني معدل عائد حقيقي ده 18% تشيل منها معدل التضخم اللي هو دلوقتي 13.1 وفقا للمعلن بالبنك المدرسي، يعني انت بتدقق لك 5%. طب هيتقلق قليل، هقول له حضرتك نرجع فلاش باك ورا صناديق الاستثمار. تمام، في صناديق الاستثمار لو رجعنا شويه بالهيستوري ورا في 2017 كان عندنا معدل تضخم 32.9% وكان في شهادات 20%، يعني انت كنت بتاخد بتخسر يعني زمان ماينس. كنت بتخسر في فلوسك لما حتى بتحطها بالعائد عشان كانت الاجراءات اللي بتحصل في الاصلاح الاقتصادي، والحمد لله احنا ابتدينا نخفض بمعدلات التضخم. احنا قفلنا 21 تحديدا بنتكلم في معدل تضخم حوالي 4.5%. تمام، انا يعني حضرتك طبعا بتفك اشتباكات دلوقتي. تمام، صناديق الاستثمار وبسرعه كده انا ما عنديش معلومه عنها. طب يعني انا ينفع اروح معايا 50,000، خليني اقول رقم كبير معقول، يعني 50,000 واقول للبنك انا عايز ادخر في صندوق استثمار بدون خبره سابقه؟ انا مش عارف. بدون خبره سابقه خالص، صندوق الاستثمار هو عباره عن بول، عباره عن كده محفظه بيتم تجميع الاموال فيها من خلال البنك، وبيبتدي يتعامل مع شركه متخصصه في الاستثمار في البورصه تقوم واخده البول دوت وتبتدي تشتغل بيه في البورصه بخبرتها الكبيره، بشرط انها تحدد او تتعامل في معدلات عائد مقبوله. وعندنا حاجه دايما بس نوضح كده بس للناس، حاجه اسمها ستوب لوس بوينت. يعني ايه؟ انا لو ابتديت ستوب لوس بوينت يعني انا الخساره بتاعتي او المخاطر بتاعتي المدروسه عند النقطه دي، لو لقيت ان انا بقل عنها ستوب وبيع. بتحقق عائد تقريبا قد ايه؟ كام معدلات العائد اللي بتحققت في، بتكلم في نهايه 21 احنا كان عندنا معدلات العائد اللي موجوده في السوق بنتكلم في حدود 11% ده في البنوك. انما صناديق الاستثمار وصلت ل 18 و20% بمختلف انواعها. انما طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها او الازمه اللي استجدت، فكان لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي ابتدت تتجه بقى ان انا بتعامل مع ظرف استثنائي،
مش هينفع امشي بالاجراءات التقليديه او بعد ما وصلنا بخطه الاصلاح الاقتصادي ان احنا ابتدينا نقف شويه على رجلينا وعدينا ازمه زي كورونا. فجت الازمه الحاليه كان ابتدت الاجراءات اللي تتخذ برضو استثنائيه 18% علينا فايده عشان نبتدي نقلل شويه من معدلات التضخم، لان دي من الادوات بسعر الفايده عشان نوضح برضو اكتر، من الادوات اللي بتعتمد عليها لجنه السياسات النقديه في هنقول بقى المصطلح الشهير كبح جماح التضخم، نقلله شوية إلى جانب نزل شهادات 18%، إلى جانب برضو كان في إجراء آخر وهو حوكمة عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل. إلى جانب بقى آخر حاجة بقى أنا هقولها، اتفضلي، التصنيع، عايزين ناس تصنع وعايزين وده بقى مصانع. ده كان واضح جدا من القرارات اللي اتخذت إن إحنا كمان اتفتح في الاستيراد من مستندات التحصيل مستلزمات الإنتاج عشان نبوش أكتر في القطاع في الانتاج بقى. في الانتاج ده واحد. اثنين، في 450 مليار قدمت من القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص تحديدا عشان ايه؟ ابتدي قطاع زراعي، قطاع صناعي، انشاءات، مولات، انتاج دجيني، سمكي، كل القطاعات دي الضخ فيها اموال عشان تبتدي تشتغل، ومعدل عائد 8% فايده 8%. فتكلفه الاموال ما كانتش كبيره، او تكلفه التمويل ما كانتش كبيره، تكلفه الاقتراض يعني تكلفه التمويل. احنا دلوقتي المبادرات شغاله 8% معدل الفايده على الاقتراض المعلن من البنك المركزي 12.25، يعني بص الفرق قد ايه. طب دوت مين اللي بيتحمله؟ الدوله والبنك المركزي. اللي عايزه تدعم ده، لا انا عايز اقول ان الفرق انت بتاخد قرض ب 8% واللي موجود في السوق 12.25، فبعنا كده ان البنك بيخسر. لا هو مش قصه خساره، يعني قصه دعم للقطاعات الاقتصاديه. ده من الناحيه النقديه. اما من الناحيه الماليه كان في برضو مجموعه من الاجراءات اللي تم اتخاذها، منها طبعا في الضرايب، اعفاء الضرايب، لا انا عايز الضرايب العقاريه بالظبط.